جمعية كفر عبوش هي لها عدة مشاريع، منها عندنا مزرعة أغنام تتكون من 35 رأس غنم، عندنا سيارة نقل أعلاف، احنا بنساعد المزارعين بأقل التكاليف، عندنا دكان زراعي. طبعا جمعية لابد إلا يكون لها صعوبات وتحديات تواجهها، وأكثر هاي التحديات والصعوبات اللي واجهناها في مشروع الكمبوس اللي احنا متواجدين حاليا فيه. طبعا الموقع مش واصل مية، هنا خليهم في الدرجة الأولى، يعني عندنا مشروعين المشكلة فيهم الرئيسية عدم وجود المية، وتم بناء مشروع آخر جنب المشروع برضو بتكلفة 20,000 دولار، هو عبارة عن مستنبت شعير مائي، وهذا المستنبت يعني ممكن يوفر غذاء كامل للثروة الحيوانية في القرية بمعدل نص طن يوميا من العلف الأخضر. وطبعا احنا هذا المشاريع كلفتنا مبالغ عالية، مساهمات وتعطيل وشغل. صارت دمج البلديات مع بعضها، اتغير رئيس البلدية اللي كنا موعدين فيه في تممنا المشروع، فاجى رئيس بلدية جديد، عم احنا هيك هيك، قال لا احنا مش مستعدين ولا وعدك تفضل يعطيك. بعد ما جهز المشروع طلبنا انه توفير المي والكهرباء، طلبوا منا دفع رسوم اشتراك 10,000 شيكل، دفعت لهم 10,000 شيكل، فمدوا خط الكهرباء. نعم، نحن مسيرين اعمال لحين اجراء الانتخابات التي ستجري ان شاء الله في 18/2015. انه طبعا تم تزويدهم بالكهرباء نتيجة اتفاق حصل بينهم بين البلدية بدفع المساهمة من الجمعية والمقدرة بحوالي 9,500 شيكل اعتقد بهالحدود، وكان هناك ايضا مساهمة مطلوب منهم في موضوع المياه. الجمعية دفعت مساهمتها من الكهرباء وتم ايصال الكهرباء لهم، ولكن لم تتم المساهمة بموضوع المياه. يوميا قاعد المشروع بيخسر بما لا يقل عن 1500 شيكل يومي. طبعا بنناشدهم انهم يدعموا الجمعية في مشاريع وتوفير الخدمات اللازمة للموقع، من مياه ومن كهرباء ومن صيانة الموقع محيط الموقع. رسالتي لكل من يصغي إلى هذا التقرير أن يمد يد العون إلى هاي الجمعية بتوصيل خط مياه إلى المصنع. القصة أنه يعني تكلفة المد خط المياه تكلفة عالية وباهظة، وهو مشروع خاص يستفيد منه أشخاص معينين، وبالتالي يجب عليهم أن يتعاونوا مع البلدية حتى تتمكن البلدية من إيصال هذه الخدمة لهم.